لو الحكاية فيها إن فيتو. والتين والزيتون أليس هذا قسم بأشجار مصر؟ وطور سنين أليس هذا قسم بجبال مصر؟ فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأرض الكريمة، الأرض التي كلم الله عليها موسى تكليما، لم تقل أهمية أو قدسية عن باقي الأماكن المقدسة، حيث أقسم الله تبارك وتعالى بالبيت العتيق، وأقسم الله تبارك وتعالى كذلك بجبال مصر، الجبل الذي كلم الله عليه موسى. إذن مصر عزيزة علينا، عزيزة على الدنيا كلها. نغرس في الطالب هذا مدى قيمة مصر. إذا أصلحنا هذا نتأكد إن شاء الله الفئة الضالة البسيطة سوف نعمل على آخر جهدنا بحيث أن يعود هؤلاء لرشدهم بإذن الله. وبعد ذلك العصا لمن عصى. قد احنا اعذرنا وانظرنا، خلاص اللي مش عايز يسمع للنصيحة، واللي عاوز يعرقل على مصر حياتها، واللي عايز يعرقل العملية التعليمية، هو ابنك لو غلط ونبهته مرة واثنين ووعيته واستمر في الغلط، هتعمل له ايه؟ يسيبه يغلط ولا لازم تردعه؟ في